بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على سمكة تنتمي إلى نوع من أنواع السمك اللي بيسموه الجوز فيش. الجوز فيش ده من الأسماك اللي هي بتصطاد السمك بتاعها بالمخيلة، يعني لما بتحب تصطاد بتستخدم المخيلة في الصيد. السمكة بتاعت النهاردة اسمها سمكة القرد أو سمكة المشكاتلي أو سمكة الراهب. سمكة الراهب في منها نوعين في البحر المتوسط، وأكتر حاجة بتميزها إن وشها كبير، تقريبا تلت جسمها وش، وعينيها من فوق، وبقها كبير جدا تقريبا ماسك الوش كله من اوله لاخره، وفي كمان شوكتين في اخر الراس من فوق، لكن الشوكتين دول مش مؤذيين. سمكه الراهب موجوده في البحر المتوسط والبحر الاسود وشرق وشمال المحيط الاطلنطي، من عند مضيق جبل طارق لحد بحر بيرنتس فوق خالص. سمكه الراهب او سمكه القرد بتحب القعان الصخريه، لكنها تفضل اكتر القعان الطينيه والرمليه، لانها بتدفن جزء من جسمها جوه الرمل او الطينه. ليه بقى؟ عشان تمارس هويتها المفضله في الصيد بالمخيله، زي ما قلت لك في اول الفيديو هي بتصطاد بالمخيله، وهنشرح الموضوع ده ازاي بالظبط. يا سلام بقى لو القاعده فيها اعشاب بحريه، يعني ده مفضل جدا بالنسبه لها، لان هي بتقدر تغير لونها وتتكيف مع البيئه اللي حواليها، ما تبقى مش ملحوظه خالص. طيب هي لما بتختفي خالص بقى في البيئه اللي هي فيها، بتبدا تمارس هويتها المفضله وهي الصيد بالمخيله. ازاي بقى الصيد بالمخيله؟ السمكه دي او عيله الاسماك دي اللي هي الجوز فيش، عندهم بيبقى عندهم في الشفه العلويه من فوق زي ايه؟ زي طعم صناعي، هي بتبقى مستخبيه في البيئه اللي حواليها، تمام، وبطلع الطعم الصناعي ده، بتبدا تحركه، فبتجذب انتباه الاسماك ان هو يشوف ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيتحرك ده. ممكن السمك برده هو بيدور على فريسه ولا حاجه، او يفتكرها دوده، فيقرب من الطعم الصناعي اللي موجود في الشفه من فوق ده، فتبدا ان هي تلتهمه في اجزاء بسيطه من الثانيه. بالنسبه لمنطقه الفم والمعده بتاعتها، حاجه غريبه جدا سبحان الله، عندها تقنيه معينه في الفم ده، ان هو لو حاجه دخلت ما ينفعش تطلع تاني، يعني هو الحاجه عامله زي ما يكون سكس بالف كده بتاع الميه، لو حاجه دخلت عمرها ما هترجع تاني في الاتجاه المعاكس. كمان بطنها بتتمدد تقدر تساع فريسه كبيره جدا، لكن ما ثبتش عنها ان هي قدرت تبلع حاجه قد حجمها، يعني هي بتقدر تبلع فرائس كبيره لكن مش لدرجه انها تبلع حاجه قد حجمها. ومثال على كده السمكه اللي معايا دي كان جوه بطنها سمكه موسى الكبيره دي، وكمان كان في جمبري كبير. طب هي فضلت بقى استخبت في البيئه بتاعتها، واستخبت في الرمله، واستخبت في الاعشاب البحريه، وفضلت مستنيه وما جاش سمك تصطاده، هل هتسكت؟ سبحان الله السمكه دي فيها ميزه غريبه جدا، ان الزعانف اللي من تحت زعانف مفصليه بتمكنها ان هي تمشي على القاع ماشي، يعني انت لما تشوفها ماشيه على القاع تلاقيها ماشيه عادي مش عايمه. طيب هي دلوقتي استخبت في البيئه بتاعتها، واستخدمت الزعانف المفصليه بتاعتها، وما لقتش برده حاجه تصطادها، هل هتسكت؟ لا، سمكه القرد او سمكه الراهب ثبت عنها ان هي كمان بتهاجم الطيور، لان هي بتعيش على اعماق من 20 متر لحد 1000 متر تقريبا، فبتقدر احيانا تقدر ان هي تشوف الطيور وبتقدر ان هي تتربص بيهم. كمان سمكه الراهب او سمكه القرد سجلت اعماق اكتر من 1000 متر بكتير، لكن عشان نفهم كده نبص بص على موسم التزاوج بتاعها. سمكه الراهب او سمكه القرد اقصى عمر مسجل ليها 24 سنه، والذكر بيبلغ عند سن 4 سنين، والانثى بتبلغ عند سن 6 سنين. طول الشتاء بتبقى عايشه قريبه من الشاطئ، اول ما الشتاء يبدا يخلص على شهر 2 تقريبا كده، كل ذكر او انثى من سمكه القرد او سمكه الراهب بالغ يبدا في الهجره. الهجره دي تشمل الذهاب لاعماق كبيره جدا ممكن توصل ل 2000 متر، وبتنتهي الهجره دي مع قرب الشتاء على شهر 10. بيتم وضع البيض على هيئه شريط شفاف يحمل حتى مليون بيضه، ولما الصغار بتفقس بتبقى تايهه في الميه لحد ما تاخد شكل السمكه، تبدا ان هي تتجه للقاع وتعيش زي بقيه افراد الاسره. بالنسبه للصيد غالبا لا يتم استهدافها في الصيد، ولكن بتطلع في الصيد العارض، ولكن لان ليها اهميه اقتصاديه ففي دول زي بريطانيا حددت كميه سمكه الراهب المسموحه انها تطلع من الميه. بالنسبه لبريطانيا كان 15000 طن من سمكه الراهب هو مسموح منهم انهم يطلعوا بره الميه في الموسم الواحد، بعد كده اي سمكه تطلع بيتم ارجاعها تاني للميه. بالنسبه للاكل، طبعا انا اول ما شفتها قلت يعني شكلها غريب جدا، استغفر الله العظيم، يعني اكيد ده يبقى طعمها وحش، ويعني بس انا لازم اجرب عشان اعرف، يعني عشان انقل تجربتي حتى للناس بشكل فيه مصداقيه. فسريشت الاول على النت، لقيت ان هي من الاكلات المشهوره جدا في اليابان، بس طبعا اليابان مش مقياس، ولا شرق اسيا كلهم مش مقياس اصلا. فدورت في اوروبا، لقيت ان هي فعلا في اوروبا يعني من الاكلات المشهوره جدا والجميله، وبتتباع مسلوخه ومتنظفه ومتشمل منها الراس، بيتباع بس الجزء بتاع الديل كده على بعضه، هي من الاكلات الجميله جدا في اوروبا. فقلت طبعا اجرب، فلما جربت لقيت ان طعمها تحفه تحفه تحفه، واللحم بتاعها فصوص كده وجميل، ممكن يتعمل شوربه وممكن يتعمل اليه، بصراحه يعني طعمها يعني كان غير متوقع بالنسبه لي، وانا لو شفتها تاني في السوق هشتريها بهدف ان انا اكلها. ما تنساش تراجع مصادر تحت الفيديو وتشترك في القناه اللي بارك لك، وصلي على النبي صلي.